اهلا بيكم. تخيل حضرتك مره طالع العماره عندك، لقيت رئيس مجلس اداره العماره بيقول لك ايه ده انت جاي متاخر كده ليه، ارجع بقى على المكان اللي كنت فيه. او تخيلي حضرتك ان انت طالعه العماره، لقيتي برضو نفس رئيس مجلس اداره العماره بيقول لك انت لابسه قصير كده ليه، ده كده حرام. الرد الطبيعي في الحالات اللي زي دي هيكون ايه؟ وانت مالك، اهو الدوله الحديثه هي بالظبط زي مجلس اداره العماره. الدولة الحديثة هي كيان اعتباري، ليس له أخلاق وليس له دين وليس له عصاية يؤدب بيها المواطنين لأن تربيتهم مش كويسة. مجلس إدارة العمارة منتخب من السكان عشان يفصل في المشاكل اللي ما بينهم وعشان يقوم على شؤونهم، مش عشان يتدخل في حياتهم الشخصية. الحالة الوحيدة اللي يحق لمجلس إدارة العمارة إن هو يتعدى على حدود الساكن هو لما الساكن يرتكب خطأ في حق السكان كلهم، زي مثلا إن هو يطلع العفش في الأسانسير. نفس الحكاية في الدولة الحديثة. الدولة الحديثة ككيان اعتباري ليس له أخلاق ولا دين، حياتك الشخصية تخصك، إنما إمتى تتدخل؟ لما ترتكب جريمة في حق المجتمع. طيب اتكلمنا عن الدولة الحديثة وشبهناها بمجلس إدارة العمارة. طيب الهدف من الكلام ده ايه؟ الهدف من الكلام ده احنا هنتناول النهاردة مثل اللي هو قضية منى البرنس. الحقيقة انا على المستوى الشخصي لا احترم سلوك مثل سلوك منى البرنس، لان هو سلوك يعني مش لائق لا بسيدة محترمة ولا بدكتورة جامعية. لكن الحقيقة برضو ان هناك فرق في الدولة الحديثة بين تفضيلات الاشخاص وبين القانون، وده اللي ما بيفهموش الناس اللي عندنا سواء كان على التيار الديني او التيار التنويري. هم فاكرين قانون الدولة والتفضيلات شيء واحد. بمعنى انا كشخص يحق لي ان انا يعجبني ما يعجبنيش، احترم ما احترمش، انما الدولة وقانونها مش كده. الدولة ما ينفعش تنحاز لجماعة الناس اللي زي اللي هم المحافظين اللي ما بيحترموش الرأس ضد جماعة الناس الليبراليين اللي هم بيحترموا الرأس وشايفينه سلوك رائع. الشخص من حقه انه يحب او يكره. وفي الغرب هنا اللي دايما بيتكلموا عنه سواء دولة او دول، هتلاقي ان مثلا القانون لا يمكن يمنع واحدة بيضة انها تتجوز واحد اسود وتخلف منه وتكون معاه اسرة، القانون لا يمكن يمنع. لكن اجتماعيا ممكن جدا تبقى منبوذة من أهلها من دايرتها الاجتماعية. إذن التفضيلات الشخصية تختلف عن القانون والدولة. الدولة زي ما قلنا كيان اعتباري محايد، ليس له دين وليس له أخلاق، ما بيربيش الناس. ورغم أن أنا زي ما بقول أن أنا يميني محافظ وأنا ما بحبش السلوك، هذا السلوك اللي عملته منى البرنس، إلا أن الحقيقة الموضوع اللي عملته لا يستحق الفصل، لأن الدولة مش جهة تأدب المواطنين. الوحيد اللي يقدر يعاقب منى البرنس هو الجهة اللي ليها مصلحة. إيه الجهات اللي ليها مصلحة؟ الطلبة اللي بتدرسهم، لو الطلبة استاءوا من سلوكها يقدموا شكوى، أو المؤسسة اللي مشغلاها. وهنا في الحالة دي هنتساءل. طبعا المؤسسة اللي مشغلها فصلتها، فواحد يقول لي طب ما هي فصلتها. ايوه، بس هو السؤال، هل المؤسسات عندنا في مصر زي الشركات المحترمة هنا عندها حاجة اسمها code of conduct؟ يعني قبل ما الموظف بيشتغل بيمضوه على حاجة، انت دلوقتي عاوز تشتغل معانا احنا نظامنا كده، علاقاتك بزمايلك شكلها كده، ما ينفعش تعمل علاقة عاطفية مع زميلتك او زميلك جوه الشغل، طريقة اللبس بتاعتنا كده، طريقة تعاملك مع العملاء كده، بل بتمتد إلى طريقتك في النكت، ما تنكتش على الجماعة المثليين هكذا. فهل المؤسسة اللي شغلتها مضتها على حاجة زي كده؟ أشك. طيب هنا هيظهر لنا التيار اللي أنا بسميه تيار الأفجاية، يقولك يا عم احنا مالنا بالكلام ده، احنا دولة اسلامية محافظة ملناش دعوة احنا بالكلام اللي عندكم ده.
في امريكا ولا في الغرب، احنا عندنا قيم وعاداتنا وتقاليدنا. طيب تمام، بس اتمنى من نفس الافجاه دول اللي هم سلفيين ومع الدوله يطلبوا من الدوله بقى انها تطبق نفس القانون ده ونفس المقاييس على اللي رأسه قدام اللجان. وانا الحقيقه موقفي ما اتغيرش، رغم ان انا كنت مؤيد للسيسي، الا ان انا كنت شايف ان هو تصرف يعني منحط ولا يليق. فمفروض بقى يلموا كل اللي تصوروا بيرقصوا دول ويشوفوا بيشتغلوا فين ويرفضوهم من وظائفهم، مش كده؟ ولا الاخلاق والدين بتاع الدوله بعين وعين؟ الى جانب ان ده هيطرح سؤال، هو احنا في دوله مدنيه حديثه ولا في دوله سيوقراطيه؟ لان انا اللي افهمه ان الدوله اللي بتقول جمهوريه جديده وبتبني اطول مش عارف في ايه وبتعمل قطار سريع و انها مفروض تبقى دوله حديثه، مفروض ما تتدخلش في الحريه الشخصيه بتاع المواطنين. والكلام ده جاي من مين؟ جاي من واحد يميني محافظ بيرى ان هذا السلوك سلوك رديء. لكن انا مش من حقي امشي الدوله وفقا لتفضيلاتي، ولا من حق اي مجموعه تاني، لان الدوله كيان محايد وكيان اعتباري زي ما انا قلت، والقانون ما ينفعش يجي على حساب فئه ضد فئه تانية، ما ينفعش ما ينفعش. فرغم ان انا ضد ده، انما انا مع حقها في ممارسه حريتها الشخصيه حر، وانا حر ان ما احترمهاش. انما تترفض ليه؟ ايه اللي عملته؟ هل هي مدرسه سيئه؟ الطلبه اشتكوا انها ما بتعرفش تدرس، في الحاله دي تقعد في البيت طبعا. هل المؤسسه اللي مشغلاها كانت ممضياها على كود اوف كوندكت وهي اخترقته؟ اتصور انه ما حصلش، الى جانب ان دي حياتها الشخصيه. هنا بقى هنيجي لنوع اخر من التطرف، اللي هو بتاع الاخوه الفخدجيه، اللي هم بقى ايه الافجاه، بيقول لك ان ده سلوك شائن وان المفروض يتعاقب بالقانون وبالدوله. طيب التانيين بقى لا، ده سلوك جميل ومفروض الدوله والقانون يشجعوه، بدليل ان هم بيقولوا ايه رئيسة وزراء فنلندا. طب يا جماعه، بس انتوا عشان بتعملوا مغالطه زيكم زي التانيين. الرأس الشرقي يختلف عن الرأس الغربي. الرأس الغربي هي حركات تعبر عن السعاده، بيشترك فيها الرجل والست، زي مثلا فرقه رضا عندنا زمان، ده رأس. انما الرأس الشرقي ده اللي فيه هز وهز صدر والحاجات دي، ده رأس جنسي مثير للغرائز. فيا جماعه بلاش نخلط، وبلاش القياس الفاسد ده اللي هو يلا اي حاجه بالكيلو كده ونمشيها، ده غير ده. وزي ما انا قلت، انت كراجل تنويري من بتوع التنوير بالفخاد، انت تحترم وتحب ما تشاء، لكن برضو ما تطلبش ان الدوله تيجي في اتجاهك ولا القانون يجي في اتجاهك. وده بيقودنا لموضوع مهم، هو الحقيقه بقى، ولو في حد بيفكر يقول لي انت كده كلامك متناقض، انت بتقول ان التفضيلات حاجة والقانون حاجة. طب ما هو القانون بيشرعه البشر اللي ليهم تفضيلات، صح؟ عشان كده في الدول المحترمة كل المواضيع الجدلية بتتشال، زي مثلا الدين، ما ينفعش الدولة يبقى لها دين عشان ده موضوع جدلي. لو في دينين في الدولة أو ثلاثة، دين مين اللي هيمشي؟ لازم احنا هنا في مصر احنا الأغلبية دينها هو كده، والباقي مش عاجبك اتفلق روح كندا. في الدول الحديثة مش كده، في الدول الحديثة كل مجموعة محترمة وليها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات، حتى لو كانت المجموعة دي بتتكون من فرد واحد. يعني لو في مجموعة الهندوس اللي بيتكونوا من فرد واحد في دولة فيها ملايين ملايين من المسيحيين، هم ليهم نفس الحقوق بتاعة المسيحيين، لأن الدولة ملهاش دين، ما بتجيش مع المسيحيين ضد البوذيين أو الهندوسيين أو أيا كان. وطبعا الإخوة المحترمين المهاجرين في اوروبا وامريكا عارفين الكلام ده كويس، لان هم بيعيشوا وبيستمتعوا بيه، بس ما اعرفش ليه ما حدش بيقوله. طيب حاجه تانية بقى مهمه، المواد الكفريه والاراء الكفريه اللي بيقولوا انها بتنشرها او بتدرسها. طب يا جماعه، اللي انا فاهمه ان دي مدرسه اداب، والادب مليء بالنصوص الكفريه، وإذا كان هو بالمنطق كده ده غلط، يبقى أنتوا بقى هتلغوا كل أقسام الفلسفة وتفصلوا كل أساتذة الفلسفة، وتطلبوا بقى من السفارة الألمانية أنها تغير اسم معهد جوتا، لأن جوتا عنده رائعة شهيرة من روائعه اللي هي فاوست، عن واحد بيعمل
عقد مع الشيطان، ونفس الكلام اللي هي طرحته عن الفكر. وأمل دونكل قال المجد لمعبود الرياح، يعني مش حاجة جديدة. فالنص الأدبي فيه الحاجات دي، الفلسفة فيها الحاجات دي. فأنا أشوف برضو إن يعني ده مش حجة منطقية. فهو السؤال، هل إحنا دولة حديثة ولا دولة قرون وسطى؟ بنعمل القطر السريع عشان المواطنين يركبوه بأجسامهم ينتقلوا بسرعة فائقة من ألف إلى ب، بينما عقلهم ورا في القرون الوسطى؟ ولا إحنا دولة حديثة فعلا في الجوهر وناويين بنعمل على ده؟ وهل المواطنين عندنا ناويين، اللي هم كلهم نفسهم يسافروا الغرب ويهاجروا الغرب، وده شيء الحقيقة ملفت جدا للنظر. يعني انت عاوز تسافر الغرب وبعد ما تسافر طب تيجي تقول له طب نعمل اللي في الغرب مثلا، نقلد منهم شوية حاجات، رغم ان انا ضد التقليد، انا قلت الكلام ده قبل كده، لان الثقافة مختلفة. بس اهو نحاول ان القانون والدستور ما يبقاش في صف جماعة ضد جماعة، لان الدولة الحديثة دولة محايدة. وكان اعتباري لا، احنا في البلد عندنا حاجة. طب انت ليه عاوز تسافر الغرب دام انت لا معلش انا سافر استفاد، لكن بلدنا دي عاداتنا وتقاليدنا. فاتمنى ان الدولة تحدد موقفها، هل هي دولة حديثة ولا دولة قرون وسطى. وتاني، انا متبني الموقف ده مش لاني بحترم الرقص والرقصين، لا، لاني انا شايف ان دي حريتها الشخصيه، زي ما هي حريتي الشخصيه ان انا ما يعجبنيش ده. الدوله ما ينفعش تتدخل في هذا الموضوع من الاصل، ما فيش دوله حديثه بتعمل كده. لو كانت الدول الحديثه بتتدخل ما كانش في ولا مسلم واحد هاجر لاوروبا بحجه ان احنا دول مسيحيه ما ينفعش نبني جوامع عندنا. انما طبعا في فرق قرون بين الدول بتاعتنا والدول دي. شكرا، واشوفكم في حلقه قادمه. شكرا.